أستاذ أوراس، أهلا ومرحبا بك. بداية، هل تعتقد أن القوى السياسية تمتلك فسحة زمنية دستورية لإيجاد التفاهمات الخاصة بشكل الحكومة المقبلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولقناتكم الموقرة. أهلا بك. يعني حقيقة هي الفترات اللي يعني لإكمال الاتفاقات السياسية ولتهدئة الموقف السياسي اتجاه التحالفات المنشقة داخل المكونات، سواء كانت شيعية شيعية أو سنية سنية أو كردية كردية، هي فترة يمكن مضت. يعني اليوم مضى على عمر العملية الانتخابية، يعني راح ندخل في الشهر السادس، وإلى الآن الأطر السياسية جميعها مغلقة، والأطراف اللي دخلت بوساطات لم يخرجوا ولم يعني يعطوا الدور الصحيح للآراء التي أعطيت من قبل قادة التحالفات. اليوم المسألة يعني هي مو مسألة انشقاقات بقدر ما هي إنه مسألة تشكيك ومسألة زعامة للمكونات. اليوم هي المشكلة داخل البيت الشيعي، وجميع التحالفات الأخرى هي يعني لا دور لها، سواء كانت البيت السني أو البيت الكردي. كل من يعني يتفق على منصبه ويعطي التنازلات اتجاه المنصب اللي يتجهون إليه، والباقي هم الكتلة الأكبر والتوجه الأكبر هو في البيت الشيعي. ومثل ما نعرف اليوم البيت الشيعي يعني هو منذ ما بعد 2003 إلى وقتنا هذا هو يعني متسنم منصب رئيس الوزراء، وبيده يعني المال وبيده السلاح، واليوم المناطق المكونات الأخرى هي مكونات داعمة للعملية السياسية ومتوافقة مع البيت الشيعي بتوجه تشكيل الحكومات اللي ما بعد 2003. لكن إلى الآن يعني نفق العملية السياسية مظلم، وإلى الآن العملية السياسية بمنحدر، وإلى الآن يعني ماكو طرف لا من الإطار ولا من التيار بيعطي يعني توجيه نحو التهدئة أو نحو تشكيل حكومة، ولا أكو طرف يتبنى أنه هو يزعم تشكيل حكومة والطرف الآخر يكون معارضة، لأن كنا متفقين أنه دام أكو يعني برلمان وفي العراق ونظام برلمان يعني المعارضة ما تنجح. كون العملية السياسية والتوافقات السياسية هي يعني مشروعها الأول والأخير المصالح، فأي شيء يبنى على مصلحة يعني ما يقبل ولن يرتضي بأن يكون هنالك طرف آخر معترض أو معارض لأدائه. ف يعني مثل ما قلناها أنه نفق العملية السياسية ونفق التحالفات والتوافقات نحو تشكيل الحكومة المقبلة إلى الآن مغلق. والبيت الكردي اليوم يعني احنا ننتظر البيت الكردي اللي كان دائما متوحد ودائما يزج مرشح واحد يتوافقون عليه التحالفات الأخرى أو البيت السني والشيعي السياسي، أصبح لديهم انشقاق، رغم أنه نعرف أنه موقفهم ثابت وأنه ثابتين في قراراتهم ويعطون مخرج ثابت اتجاه الحكومات واتجاه طرح الأسماء، سواء كان لرئاسة الجمهورية أو للمناصب اللي هي من حصة المكون الكردي. فإلى الآن أيضا أزمة كردية، والأزمة الكردية دخلت أيضا يعني دخلت بتحديات داخل البيت السني والشيعي. طيب سيد أوراس، إذا يعني أردنا أن نسمي ما ذكرت عناد سياسي ربما من كل الأطراف، برأيك لماذا المناصب التي دائما ما تسند إلى المكون السني تكون عرضة للمساومات والابتزاز، وما تأثير ذلك على قراراتهم في الوقف السني؟ مرحبا بك مرة أخرى. شوفي ست، يعني احنا راح نتجرد من المجامله، راح نحكي بالاسماء وراح نعطي الاشياء بمسمياتها. اليوم اللي حصل بالوقف السني هو تنفيذ للاتفاقات داخل البيت السني السياسيه. يعني اليوم منصب رئيس ديوان الوقف السني هو تابع الى السيد رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، لكن الاتفاق السياسي اثناء مرحله الاتفاقات والحوارات بخصوص دعم رئيس مجلس النواب السيد محمد الحلبوسي هو التنازل من قبل المناصب اللي كانت تحت يعني قيادة رئيس البرلمان السابق والحالي. فاليوم تغيير رئيس البرلمان هو ليس بهوية مكون أو بجانب ديني، هو يعني مجرد توافق حزبي وتوافق سياسي أنه يخرج مرشح
رئيس البرلمان محمد الحلبوسي ويحل بمحله السيد عبد الخالق اللي هو مرشح الشيخ خميس الخنجر رئيس تحالف السياده. فهاي كلها تنفيذ للاتفاقات والمبرمه اثناء تشكيل او تمرير رئيس البرلمان. فاليوم من المعيب انه نتحدث عن هويه مكون ونتحدث عن ديانه مكون يعني يجير باتجاهات حزبيه وباتجاهات سياسيه ويكون خاضع للاملاءات اللي تصدر عليه من قبل رؤساء التحالفات ورؤساء الاحزاب، لان اليوم هاي هويه مستقله، واليوم هذا جانب ديني، والجانب الديني هو مثل ما المكونات الاخرى والديانات الاخرى هي خط احمر، وعدم المساس بقراراتها وعدم المساس بالتزاماتها وتوجيهاتها اليوم اصبحت هي يعني شعبه تابعه الى الـ 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 الوزاره السياسيه. طيب سيد أوراس، يعني النائب محمود المشهداني قال إنه الوقف السني ينظر إليه دائما كشركة مقاولات، برأيك ما المطلوب لمنع تأثير ذلك على المكون السني؟ اليوم احنا يعني داخل برلمان، يعني اليوم السلطة التشريعية لو كانت المناصب اللي موجودة داخل مؤسسات الدولة تخضع الى قرارات السلطه التشريعيه لكان هنالك تغيير اخر، يعني راح يكون اكو اشخاص تكنوقراط وبالتالي يعني اللي راح يتم تمريره متوافقين عليه داخل مجلس النواب. لكن مثل ما قال السيد الدكتور محمود المشهداني انه هذا المنصب هو شركه مقاولات، هي فعلا حقيقيه، واليوم صاحب شركه المقاولات عنده اعضاء هيئه اداريه اللي هم اعضاء مجلس النواب اللي تابعين للتحالف مالته، واعضاء الهيئه الاداريه هاي تاخذ الموافقات اللي تخدمها وتخدم جماهيرها فقط لها، يعني منصب محتكر لجهة معينة ليس للمكون السني. يعني اليوم هذا المنصب تابع إلى جهة سياسية وتابع إلى حزب، ويمضي بما يرتعيه رئيس الحزب ورئيس التحالف اللي هو وجهه لهذا المنصب. فيعني لتلافي بيع وشراء المناصب هو يجب أن يكون الأشخاص اللي موجهين إلى المناصب هاي يعني يتم تمريرهم من خلال البرلمان. هاي اذا كان البرلمان ايضا متابع الى ضغوطات والى التزامات، هو بالتالي هو كلها التزامات وضغوطات وتنازلات ومصالح، واللي دا يمضون به هو المصالح المشتركه اللي دا ترتئيها رؤساء التحالفات ورؤساء الكتل السياسيه.